إنزين طبعاً هني مساحة صوت مختلفة. أي. أحلام. أي. بس يقولون إن أحلام تدخلت في اللحن، غيرت. لا هي حرام ما تدخلت ولا سوت شيء، وكانت جدا جميلة في التعامل. أحلام غنت اللحن بطريقتها. بس. 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 آخر كلام؟ آخر كلام طبعاً. زين إحنا الحين معانا الفنانة أحلام على الخط، هي اللي راح تفضحك. ايه؟ إذا هي كانت عدلت على اللحن. لا والله اللي طلع هذا لحنها مو لحنك وأنت حطيت عليه اسمك. لا لا مو جوي. يا هلا فيك أم فاهد. لا بعطيك أنا معلومة، بعطيك معلومة. أنا ما عليك من لا تصدقينه ترى، أنا ما عدلت، يعني هو يقول لي أنا ما عدلت على اللحن. ايه؟ أنا عدلت على ألبومي، عشان كذي جبت الإحساس وخليته يلحن لي في ألبومي. آه. شو ما سمعت ما سمعت. قاعد تقول لك مو سامع أنت؟ لا. أول شيء مساك الله بالخير عمري. أقول هو مثل ورد. أقول عبد العزيز ما دخل، يعني مو هو اللي غير، أنا اللي غيرت. إيه. أنا غيرت فعلاً في الألبوم إني أنا خليت الإحساس يلحن لي. يا عمري. يعطيني عمل رائع. اشتبي بعد. حبيبتي. أمي عليها أحبها. ايش تبي اكثر من كذي؟ في دلع حبيبتي حبيبتي حبيبتي. بس لا 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 ما عليك ام فاهد، يا رايح نازل قدامك انت، مو عندك حفلتك بنفس التاريخ بالاوبرا؟ هي هو رايح نازل مع حسام الرسام. لا والله لا 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 مؤامره مؤامره. انا لا والله حرام عليك، لا حد جايك. يا تدري ايش كثر انا احبها، وتدري ايش كثر انا اموت فيها انسانيا وشخصيا بعيد عن الفن هذا كله. والله العظيم انا احبها واحترمها واعزها، والله يوفقها يا رب كل خطوة. كثر ما هي سعدتني في أيام كثر ما أنا أدعي لها كل يوم. إيه أم فاهد عاد إنسان، ويا رب الناس تشوفها مثل ما أنا أشوفها بعيني عشان يعرفون إيش كثر هي إنسان. إنزين ليش أنت نازل قدامها بحفلة؟ أنتي دائما وحشتني صراحة حبيبتي، بس أنتي ما لك مكانة في القلب أم فاهد، أنت لك القلب كله دائما محتلته. يا حبيبك يا حس الله لا يبين غلط كل يمين. حبيبتي حبيبتي الغالية، بس ايش رايك في المؤامرة؟ مسوين حفلة استاذ عبد العزيز الويس ويايبين حسام، يايبين قولي انا اقول مسوين حفلة انا رسام. انا مسوي حفلة. ترى مش فاهمة ايش قاعدين تقولين. اقول لك انت مو حفلتك في الكويت يوم 6/4 بتاريخ 6/4. ايوه ايوه. ايه الاستاذ اللي قدامي مسوي حفله. لا 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 نفس مسوي مسويين حفله. لا مسوي فيها يا بعد عمري. ايه مسوي حفله جايب حسام الرسام. لا لا انت اللي جايبه. مو انا حرام عليك. انت اللي جايبه. والله حرام عليك. والله عشان ما حد جايكم. انا تنازل توني عرفت اروح اسوي هالمره. تبي اروح فنان من برا؟ إيه؟ لا والله حرام عليك. شاكه فيك ام فهد. تدري ما احنا ام فهد تدري شنو قدره وغلاتها؟ انا اقول لك اقول لك شيء. عبد العزيز لا مكانه خاصه ولا وقفه معايا ما انساها، وزائد انه عبد العزيز فنان جميل، يعني لما يسوي اي شيء ثقي تماما انه ما يقصد الاساءه لاي حد. يا عمري. وبعدين انا يمكن اذا زعلانه من شيء واحد الحين بالخبر اللي قلتي لي اياه ان عبد العزيز ما بشوفه في حفلتي بس. أوه. والله الله يسعده ويوفقه وان شاء الله يا رب يسوي حفله ثانيه ويكون هو موجود. بس طبعا انت اول موجودين باذن الله. طبعا الله يطول عمرك يا عمري. انا موجوده قبل السكيورتي الصراحه ام فهد. زين وانت المشرف العام على البروفات لو يا طبعا يايا. انا بسالك سؤال ام فهد، ليش دائما انت لما تفتحين مجال حق ملحنين شباب سواء في البومك هذا او في البومات اخرى سابقه، دائما انت عندك داعمه حق الناس اللي يكتبون كلمات جديده او حتى الحان؟ ادعمهم. اي دائما يقولون عيال بلادي ولا عيال الخليج ولا عيال الوطن العربي والشباب اللي يبون حد يدعمهم اذا عندهم جمله حلوه. ترى شوفي بقول لك مي، يعني انت اليوم عبد العزيز لو مو مبدع ولو مو عنده اضافه في الالبوم يعني يمكن اقول والله هو يبغى يسوي بس ما عنده شيء حلو فما بتاخذين منه. هو انت تبغين تجددين وتحطين بروح الشباب الحلوه في نفس الوقت تبغين تختارين ناس يستحقون الدعم، يعني هو يعني هو مش فضل ان غنيتي له، بالعكس هو متفضل انه هو صغير يصير وايد حلو وعطاك شيء وايد حلو
وغديتي وخليتي العالم يسمعونا ويتبصون عليه، وتحديتي نفسك والعمل نجح. الالبوم الشبابي اللي انا سويته ما في اغنيه في الالبوم ما تخطت المليون فيو. طبعا بس على فكره ام فاهد يعني ما في ما في فنانه سوت الخطوه اللي انت سويتيها، ما في فنانه تنتج البوم كامل. والان الالبوم الجاي كمان عندي، في عندي ملحنين وفي عندي شعراء جداد راح تنخبرون لاول مره واكتشافي، مثل انا قدمت وليدي عبد الرحمن العثمان كاول كشاعر وكملحن، وان شاء الله راح تسمعون كمان شباب جداد عندنا كمان الامارات، عندنا من الخليج بشكل عام، والكويت يعني ولاده لازم يطلع منها كل مره يطلع منها شيء مثل الاحساس عبد العزيز الوليد. يا عمر الله يطول بعمرك. انت دائما انت القلب الكبير ام فهد، دائما فاتحه قلبك حق الجميع يعني. يا بعد عمري ويا حبيبتي ما في والله العظيم ام فهد ما في فنانه لا في الخليج ولا في الوطن العربي انتجت البوم على حسابها صدق بصوتها، ولكن دعما حق الشباب من كلمات والحان وتوزيع اشتغلتي يعني سويتي فعلا. هذه الخطوه ما حد سواها غيرك امانه، وخلت كل واحد يشتغل على راحته ميها، والكل استلم حسابه والكل استلم اجر والكل استلم وضعه في الالبوم. وعقب ما خلصت هذا الشيء لازم اقوله، دعتنا كلنا في تذاكرنا بالسكن لحفل تدشين الالبوم. صحيح ما حد يسوي هذا الموضوع. صحيح صحيح صحيح. لا ام فهد يعني ما في زيها، دائما نقول متحيزه لها بس هي تستحق هذا التحيز. والله العظيم ما سويت شيء، هذا وهذا واجبك وهذا يعني اقل شيء اقدر اقدم لكم اياه. يا عم الله يطول بعمرك. انا بسالك سؤال، دائما يقولونه الصحفيين الاثنين هذول اللي انت رفعتي عليهم قضايا ام فهد، بسالك سؤال، دائما يروجون لما يعني أغنية فيها ملحنين شباب أو حتى كتاب جدد يقولك ما عليك أحلام عدلت على اللحن، أحلام عدلت على الكلمات، أحلام عدلت على التوزيع دائما يعني. لا 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 صحيح، لحن عبد العزيز أخذته مثل ما هو، نفس ما يشوقي مثل طحن، وبالعكس أنا طلبت أنه يغنيه وغناه وقعدت أسمع وقعدت اشوف الروح اللي كان يغني منها، وقلت له الملح الموزع اللي تبيه، صح عدد الكمانجات اللي تبيها، التوزيع اللي تبيه، الاستديو اللي تبيه، المكس اللي انت تبيه، ليش اصلح عليهم؟ هم ما شاء الله عليهم. وبعدين يعني اكسكيوز مي قبل شوي الكلمه، ليش عبد العزيز اليوم لما سوى كذا عمل حتى قبل لا انا اغني له وبعد ما غنيت له ما كانوا اعمال ناجحه وعليها فيو وعليها نجاحات؟ صحيح بالعكس بالعكس. وانت ام فهد بعد ترى حتى خارج اعمالك انت قاعد تدعمينهم حتى صح. باعمالهم الريتويت شغال، اول ما يسوي ريتويت، اول ما يسوي ريبوست، اول ما يكتب الله يوفقك ام فهد حبيبي. والله يستاهلون، والله العظيم يستاهلون، والله انت تستاهلين كل شيء. وش بكلفني ريتويت اخيتي؟ وش بكلفني؟ بالعكس دعم، دعم لهاي الطاقه الحلوه، خلي الناس اللي ما يطبلونهم يشوفونهم يكتشفونهم يشوفون، ترى الدنيا اجيال يعني مثل اليوم جيل مكلفين موجود لسه ما زال، بس مكلفون مش موجودة في تكملة للأجيال، هم تكملة للأجيال يستحقون الدعم. في ناس ما عندها هذا الفكر، والله العظيم ما لنا فضل ترى. لا والله لك فضل أكيد، الإنسان يمكن حتى لو عنده موهبة يحتاج دائما أحد يدعمه. الله أعطانا وأكرمنا، والحين اليوم هذيلا الشباب الحلوين يستاهلون يعني، هذا المبدعين حقيقة. حبيبتي الله يطول حبيبتي بعمرك. حبيبتي ام فهد بيتكم الابطال حبيبتي انت، والله انت البطله، انك قاعده تدورين على الحان وعلى، في ناس لا، في ناس ما توصل ما تسوي هذا المجهود اللي انت قاعده تشتغلين عليه ام فهد، يعني في ناس لا، منو هذا سمعني؟ لا بلا والله لو خليت بوليت صدقيني وايد ناشكم خير صدقيني. زين حفلتك في الكويت في شيء جديد راح تفاجئينا فيه؟ دائماً. والله في شيء ودي أنوه عليه، نحن كنا جايبين الفرقة الاستعراضية، هي فرقة كبيرة من فرنسا، وهاي الفرقة كانت تسوي شو يعني it's live show. أوكي. يعني مو رقص بس live show، كانوا حوالي أكثر من تقريباً 20 راقص اللي هم استعراضيين. لكن للأسف الشديد ما راح يكون الشو، لأنه أعتقد
جاف رفض من وزارة الإعلام، لأن وزارة الإعلام ما يرضون موضوع الرقص، يخافون المسرح يمكن. وهم معذورين أصلا، بس بقول لك خلي كمل، بس هم أكيد معذورين لأن هم ما يعرفون الشو اللي إحنا بنسويه كنا. بعدين أنا أرسلت لهم الفيديو، هم طبعا أشكر أخوي فيصل يعني وايد كان متعاون معانا، أخوي وليد حمد يعني أشكرهم كلهم، وكانوا فعلا حابين يكون هذا الشو، لكن إن شاء الله في مرات قادمة أقدر أني أقدمه بإذن الله في الكويت، مع أني أنا صرحت عنه في الكويت لكن للأسف ما صار. وأكيد أنا أحترم وجهة نظرهم وأحترم آرائهم، وإن شاء الله قريبا راح أسوي على أوبر دبي، إن شاء الله راح يكون عندي حفلة قريبة في الإمارات إن شاء الله. وكل تأخيرة فيها خيرة يا أم فهد. صحيح يمكن الله كاتب إنه تسوين يعني شيء أفضل بعد من هذا، ما تدري، بس هم يخافون دائما يترددون. أكيد نحن دائما نطمح للأفضل، راح تكون في فرقة موسيقية كبيرة، راح يكون مايسترو طبعا وليد فايد، راح يكون في أكيد مثل ما إحنا متعودين فور دي جرافيكس، راح يكون عندنا يعني أهم صوت وإضاءة وهندسة صوتية، والحمد لله نشتغل يعني هارد وورك، نشتغل إنه إحنا نكون ذا بيست في الحفلة إن شاء الله، نكون حفلة مميزة، خصوصا إن هي حفلة منفردة، يعني هذه مو حفلة مهرجان، ولا أنا خلاص يعني تعودت بأسامي حفلاتي منفردة من غير المهرجانات اللي تصير. صحيح. فإن شاء الله أقدر أتوفق، وجمهور الكويت غير، جمهور الكويت غير، وأنا طبعا سعيدة بكل الناس اللي جايين من السعودية، من البحرين، من قطر، من عمان، من الإمارات، من مصر، من بيروت، من كل الخليج. لا والله حتى من الوطن العربي جايلك، حتى من الوطن العربي كلهم جايين، أكيد من العراق. صحيح. من أكثر الناس اللي جايين أم فهد، إن شاء الله تقدمين حلقة. صحيح إن شاء الله تسوين حفلة رائعة، لأن أنت رائعة، ما تقدمين إلا الروائع، وأنت إنسانة جدا جدا جميلة تستحقين النجاح، لأن أنت إنسانة ما تتكررين يا أم فهد. يا حبيبتي ألف شكر يا مي، شكرا على هالمداخلة الحلوة. عمري أنت أكيد أنا ما أقدر أتأخر عن الغالي عبد العزيز، راح أترككم معاه. عمري أنت يسعده، وإن شاء الله نسمع، وإن شاء الله يا ربي قريب عبد كان راح نقول لك على شغلة في عندي عند القريب مع عبد العزيز، بس ما راح يقول لكم شو اسمه. حلو هذا. عمري حبيبتي أنت، عمري حفزت الفضول عندي. أنا ما راح أنوه على الغالية ولا الكلمات. خلاص تم، دامها قالت خلاص. هذه الفضيحة، شفت شو؟ حبيبتي الله يطول بعمرك يا رب، عمري أنت وايد مشكورة مو شوية. ويلا الكويت كلها ناطرتك يا أم فهد، تنورينها يا حياتي، وانتظرونا الحفل راح يكون مباشر على تلفزيون الكويت إن شاء الله. إن شاء الله وناطرينك، يلا متى تجين ونشوف وياك البروفات. شكرا بي عمري. حبيبتي الله يحفظك. ثانك يو كل الأستاذ اللي معاك كلهم، ثانك يو حبايبي. احنا اللي نشكرك يا أم فهد حبيبتي. الله حبيبتي الله يحفظك. شفت هذه الناس الحلوه؟ احبها. منو ما يحبها؟ انا لا وايد احبها، يعني بعيدا عن الفن انا وايد احبها. انا احبها انسانيا بالفن، برا الفن يعني. ايوه برا الفن إنسانية. عندها طاقه انسانيه رهيبه جدا. قدره تحمل كبيره، تبادر. إيه؟ انا نجمه مش محتاجه. صح، يعني مو عشان بس اشياء معينه معي، أنا بتويتر مثلا 24 ساعة متواجد، أشوف أشياء معينة قاعد تصير. إنسانية عالية. إنسانية كبيرة مي، اللي اليوم إحنا فادلين هذه الأمور، مو بس إنسانية؟ إنسانية وايد فادلين أشياء، وايد فادلين أشياء اليوم. أقول لك